دعا الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند لاجتماع وزاري عقب الانفجارات التي طالت بروكسل، مشيرا إلى ضرورة إيجاد رد عالمي لمواجهة تهديد الجماعات الإرهابية. في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل، عبر عن تضامن بلاده وتعاونها مع بلجيكا. الإرهاب ضرب بلجيكا، لكن أوروبا بأكملها كانت المستهدفة، والعالم بأسره معني. علينا أن نعي مدى اتساع التهديد الإرهابي وخطورته. نحن نواجه تهديدا عالميا يتطلب استجابة على المستوى العالمي. فرنسا وبلجيكا مرتبطتان بالخوف الذي تقاسمناه مرة جديدة. فرنسا التي تعيش في حالة الطوارئ منذ هجمات باريس الدامية أعلنت تعزيز إجراءاتها الأمنية ودعم قوى الأمن ب1600 عنصر جديد، وزيادة إجراءات الأمن في مطار برواسي قرب باريس، وتشديد المراقبة على الحدود مع بلجيكا.